أصدرت السلطات الإقليمية المتكلفة بالجولة الميدانية التي تقوم الإفريقية والإسلامية سنة 2022، فالمعاهد الموسيقية كاملة ديال المغرب تتحتفل بهذه المناسبة، والمعهد الموسيقي على غير باقي المعاهد تهو تحتفل بهذه المناسبة، وتنقدم الشكر الجزيل لوزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة اللي دعم هذا الحفل هذا، وتنشكروا جميع المتدخلين اللي ساعدونا إنجاح هذه التظاهرة. تنشكروا جوف الأمل التابع للمعهد الموسيقي والطالبات وطالبات المعهد الموسيقي، وأيضا المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الثقافة والشباب، وكل مساعدة من قريب وبعيد. وشكرا لكم.